بالنسبة لسؤالك التاني عن مسألة الصدقة، أنا النهاردة بطلع حاجة لله، فهل أنا بعمل إطعام بطلع صدقة، هل أنا اللي بيعمل ده بياخد أجر؟ نعم، ينال فاعلها أجر إن شاء الله تعالى، وفضل الله واسع. بيعجبني إن إحنا لما قول السادة الشافعية، لما إحنا نيجي نطلع الصدقة أو نقرأ القرآن الكريم وعايزين نوهب ثواب القرآن أو نوهب ثواب الصدقة أو نوهب ثواب الإطعام، أقول كده اللهم هب من الهبة، يعني من العطاء، ده فعل طلب من الله سبحانه وتعالى، اللهم هب مثل ثواب هذه الصدقة إلى روح أبي أو إلى روحي أو إلى أبي وأمي، اللهم هب مثل ثواب قراءة القرآن الكريم إلى أشياخي إلى أساتذتي إلى أبي إلى أمي إلى قريبي فلان، هب فعل طلب من الهبة، يعني تسأل الله سبحانه وتعالى من عطائي أن يديهم نفس الثواب. فده على قول الشافعية أقول كده، وعلى باقي أقوال السادة العلماء أنت بتعمل الخير وبتاخد نفس الأجر على هذا الفعل. فنض بتخلينا نقول بدعاء السادة الشافعية، وأنا في عبادة مش أنا بسأل، وادعو الله سبحانه وتعالى فزدت على عمل الصدقة بعبادة الدعاء، إني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطي مثل ثواب هذا العمل الصالح إلى أرواح اللي أنا عايزة أوهب لهم الثواب، وربنا يتقبل ويجعلنا من عباده المخلصين المخلصين. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.